احلى واجمل تحيه صباحيه كنتمناوها لكل المستمعات لاله مولاتي من داخل وخارج المغرب. كنتمنى لكم صباح مبروك برفقتنا دائما على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم من خلال فقرات برنامج لاله مولاتي، برنامج المراه الطفل والاسره. اليوم من خلال فقرتنا في شيوات لاله مولاتي غادي نبداوها كالعاده مع المستمعه انتصار امريم، وغادي نتعرفوا على الاقتراحات اللي غادي توجد لنا. كذلك غادي نتعرفوا على شكون الفائزات المحظوظات معنا في المسابقات اليوميه اللي كنقدموا لكم. ورفقه الدكتور عزيز سلامي الطبيب اختصاصي في علاج امراض النساء والتوليد، اليوم غادي نتكلموا، غادي يكون موضوعنا الطبي حول الاستعداد والتهيئ من اجل الحمل. غادي نعرفوا معاه شنو هي الخطوات، شنو هي النصائح اللي كتسبق الحمل باش تمر مرحله الحمل في احسن الظروف. فضروري انه من اجل الانجاب خاصنا ولا بد ما اننا نستعدوا ليه ويكون التهيئ الصحيح. فيمكن لكم تواصلوا معنا ومع الدكتور عزيز سلامي الطبيب اختصاصي في علاج امراض النساء والتوليد الى عندكم اي تساؤلات طبيه على 0522 88 00 60 61 62. كنجدو الترحاب والتحيه الصباحيه لكل مستمعينا الاوفياء وخاصه اللي عاد التحقوا بنا اللحظه، وغادي نمشي مباشره عند انتصار امريم ونتعرفوا جميع على الاقتراحات اللي غادي توجد المستمعات اليوم. صباح الخير انتصار. صباح الخير لاله سناء، كي دايره؟ لاباس عليك الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله حبيبتي، كي دايره انتي؟ لاباس عليك، بارك الله فيك، مرحبا. صباح الخير على المستمعات كاملين. صباح النور. غادي نبدا معك بالحليوات اللي صيفطت لك. اييه تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه. غادي نبدا معك بالغريبه الاولى اللي كنحتاجوا ليها: جوج بيضات، كاس ديال الزيت كنعبروا بكاس العنبه، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، جوج خمارات، معلقه صغيره من نكهه الفاني، كاس ديال الدقيق، معلقه صغيره ديال نكهه البيستاج، ومعلقه صغيره ديال نكهه الفريز. والكوك يبقى على حسب الخليط، الكوك اللي غيجمع لنا هاد المكونات كاملين. وغادي نحتاجو سكر كلاصي سبيسيال للتزيين، والماء ورد، ماشي الماء زهر، الماء ورد. واخا. غادي ناخذ واحد قصريه ولا جبانه ولا شي حاجه، غادي نديرو فيها جوج ديال البيضات، غادي نضيفو عليهم كاس ديال الزيت وكاس ديال السكر ومعلقه ديال نكهه الفاني. غادي نخلطو هاد المكونات مزيان حتى يندمجو لينا. من بعد غادي نضيفو عليهم جوج ديال الخمارات والكاس ديال الدقيق. غادي نخلطوهم مزيان وغادي نضيفوا عليهم الكوك حتى تجمع لينا هذا الخليط هذا. المهم العجينه خاصها تكون يعني تكون مرخوفه بزاف، كتلصق باليد، لان الكوك من بعد كيزيد كينشف. فعلا. ما نزيدوش نقصحوها. صافي، غادي نقسموا هذا الخليط هذا اللي غنحصلوا عليه، غنقسموه على ثلاثه زليفات، وحده غادي نخليوها بالنكهه تاع الفاني، وحده غادي نضيفوا عليها معلقه صغيره ديال النكهه تاع الفريز، وحده غادي نضيفوا عليها معلقه صغيره ديال نكهه البيستاج. اللي ما بغاش هاد النكهات ممكن يعوض نكهه الليمون، نكهه الحامض، راه كيف تسمى اللي بغا. واخا. المهم على حسب وليدي، وحتى معلقه صغيره ديال الكاكاو كتعطي اللون ديال الشكلاط، هو كيجي فيها زوين. المهم اللي غيقسموهم هكا على ثلاثه، غادي يضيفوا هاد النكهات، غادي نحطوا حتى انا واحد الزليفه فيها الماء ورد، وغنبقاو نغطوا يدينا في داك الماء ورد، ونشكلوا هاد العجينه هذه على شكل غريبات صغار، لان فيها جوج خمارات كتزيد تكبر في الفران. نديروهم على شكل غريبات صغار وندوزوها ونديرو فواحد سوبيراس كاكلاصي. ومثلا درنا بدينا باللون الاحمر ديال الفريز، نكملوهم كاملين وكنخليوهم في ديك السوبيره، وبحال هكا نبداو نغربلو فيهم باش هذيك غريبه كدور لينا في داك السكر كلاصي كامل، يعني كنديوها ونجيبوها في ديك السوبيره. صافي، من بعد كنهزوها كنحطوها في الكف تاع يدينا، وكنحطو واحد الكميه تاع السكر كلاصي من الفوق، وكندير واحد الضغطه وكنحطها في اللاطه. مفهوم اختي سناء؟ اي مفهوم. صافي، كنكملوا بنفس الطريقه حتى كنكملوا غريبه اللي عندنا كامله، كنستفوها في اللاطه، كندخلوها الفران اللي مسخنينه من قبل على درجه الحراره 160، كنهبطوا ليها شويه درجه الحراره، وكنخليوها طيب، كنشعلوا عليها من الفوق حتى كتشقق، ومن بعد كنشعلوا عليها من التحت. راه كتاخذ غير 10 دقائق تاع الطياب، يعني ما كتاخذش الوقت بزاف. ملي السيده تبغي تخرجها راه كتمسها كتلقاها بحال شويه ما طيباش. صافي، تخرجها، لان ملي كتعاود ديك السخونيه اللي فيها كترجع ليها كتكمل الطياب ديالها. الا خليناها كثر في الفران وخرجناها كتعاود تقساح لينا. اييه واخا، ملاحظه مهمه. صافي، كيخلوها في اللاطه حتى كتبرد مزيان، وكتجمع السيده راه كتجي واعره، لا في المذاق ولا في المنظر، كتجي زوينه. راك شتيها سناء؟ اييه لا تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه. وسهله واقتصاديه، وكتخرج واحد الكميه اللي هي معقوله. واخا. دابا غادي نعطيك واحد الصابلي حتى هو اللي كيجي زوين بزاف. غادي نحتاجوا ليه جوج حبات ديال البيض، 160 غرام تاع السكر كلاصي، 250 غرام ديال الزبده ديال البواطه، معلقه ونص ديال بودره الكاكاو، معلقه صغيره ديال نكهه الناطا، معلقه صغيره ديال نكهه القهوه، والدقيق على حسب الخليط، وقبيصه ديال الملحه. والتزيين غادي نحتاجو الشكلاط بيض،
واللوز إفيلي محمر، وغادي نحتاجو بخاليني وحبيبات تاع الشوكولات، هادو التزيين. بالنسبه للطريقه غادي ناخذو جوج بيضات غنضيفو عليهم سكر كلاصي والزبده، غادي نحاولو نخدموهم مزيان حتى نوليو نحصلو على واحد الكريمه. من بعد غادي نضيفو عليها معلقه صغيره ديال نكهه الناطه، وغادي نضيفو الدقيق باش غنجمعو قبل. ملي كنضيف الدقيق ما كندخلش انا الكميه كامله، ملي كيكون عندي الصاب اللي غندير فيه النكهات ما كندخلش الكميه كامله تاع الدقيق، لان ملي كندخلوها وكنبغيو نديرو النكهه كان الصاب غير يتعجل لينا غير يتدلك، وحنا ما حاجناش الصاب اللي مدلوك. ملي كيتدلك الصاب اللي كندخلو الفران راه معروف كيعويج كيخسر وكيتنفخ. غادي ندخلو غير نصف الكميه تاع الدقيق، المهم غتبقى عندنا العجينه سائله. غادي نقسمها، غادي نقسمها على جوج، وحده غادي نخليها بالنكهه تاع الناطه، والاخرى غنضيف ليها معلقه صغيره ديال القهوه ومعلقه ونص ديال بودره الكاكاو. باش غادي نكمل الباقي تاع الدقيق باش نجمع هذوك هذا الخليط هذا تنكهوها عاد ديك الساعه نزيدو الطحين نكملو، لان بزاف السيدات كيديروا كيجمعوا العجينه وكيديروا النكهه ملي كيبغوا يدخلوها ما كتبغيش تدخل لهم كيصدقوا كيصابلي بحال كيدلكو اذا كيخسر لهم. صافي ملي غادي نجمعوا العجينه تاعتنا غنديروها في واحد البلاستيكه وندخلوها الثلاجه. انا كنفضل العجينه تاع الصابلي تبات ليله كامله، اللي عنده الوقت، اللي ما عندوش على الاقل واحد 3 سوايع. من بعد كناخذوها كنطلقوها بين جوج بلاستيكات. هذا الصابلي هذا ما غاديش نلصقوه، يعني غيكون شويه غليظ، وغادي نقطعوه بالمرشم اللي خارج دابا، راه واحد المراشم خارجين جداد ديال البلاستيك، كاين هو كاري ومشنف هكا من الجنب، وملي كتضغطي كيعطيك واحد الحفيره الوسط، كاين اوفار كاين داير. المهم اللي ما عرفوش راني حاطه في القناه ديالي، راه حاطه هاد الصابلي اللي بغا تشوف الشكل تاع الطابع. كنقطعوه بهذا الطابع هذا اللي بنكهه الناطه قطعته بالطابع اللي هو كاري، والاخر اللي فيه القهوه قطعته بالطابع اللي داير. كنت في الحليوات ديالي هكا في لاطا دخلته من الفران اللي كيكون درجه الحراره يعني دايره قليله بزاف باش يطيب على خاطرهم ويجينا الصابلي مقرمش. ملي كيكملوا الطياب وكيخرجوا خديت هذاك الصابلي اللي هو طويل اللي بالنكهه تاع الناطه، ذوبت الشوكولات بيض وعمرت هذيك الحفيره من الوسط وزينته باللوز ايفيلي المحمر. اييه ومن بعد درت فيه خطوط ديال الشوكولات بيضين. وبالنسبه للصابلي اللي فيه النكهه تاع القهوه وبودره الكاكاو، هذاك عمرت الحفيره ديالته بالبخاليني وزينته بحبيبات تاع الشوكولات. هذاك الشوكولات اللي راه هو مدور في حبه بيضاء، حبه بنكهه الكراميل، وحبه بالقهوه عرفتي انا دوك الصغيورين كاين دابا متوفر في السوق. صافي وكيجي على هذا الشكل هذا، كيجي الشكل ديالو زوين وراقي وكيعطي واحد المنظر اللي هو زوين. دابا غادي نعطيك كعب غزال. غادي نحتاجو العقده، غنعطيك الطريقه ديال العقده اللي كندير انا وكتنجح معايا 100%. غادي ناخذ نص كيلو ديال اللوز كنمسحو بواحد السربيته او واحد الزيت من الغبره، وكناخذ واحد الطنجره كندير فيها الماء اللي مغلي، يعني الماء اللي كيكون طايب كنديرو في ديك الطنجره وكنلوح فيه اللوز وكنحطه فوق النار مده ديال 5 دقائق، ما كنفوتهاش يعني غير كتطلع فيه ديك الغليه كنحيدو. كنصفيه مزيان من الماء ومباشره وهو سخون كنديرو في واحد البلاستيكه وكنسد عليه، كنخليه 10 دقائق في ديك البلاستيكه. هاد الطريقه هادي اللوز ما كيجيناش شارب الماء، وملي كنصايبو العقده تاعته ما كيجيناش اللوز اللي هو كيجي جاري او معجن. بهذه الطريقه هذا كيجي مزيان، وملي كنديرو في البلاستيكه كيجينا ساهل باش نحيدو ليه القشره تاعو. مزيان، مشكور على هاد الملاحظات لانه فعلا كيديروا الفرق كبير يعني في تحضيرنا للحلويات. السيدات اللي ما كيعرفوش كيديروا اللوز في الطنجره وكيخليوه في الماء وكيبقاو يهزوا بشويه بشويه وكيفسخوا فيه، يعني اللوز كيجي شارب الماء وكيحتاج واحد الوقت طويل باش ينشف ليهم. هاد الطريقه كيجي ناشف، اللي ما عندهاش الوقت كتخلي غير مده ساعتين وكطحنو راه كيجي مزيان. صافي كنبداو نجبدو في داك اللوز بشويه بشويه من البلاستيكه، وحنا كنسدو عليها حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله. واللي فسخناه كندير واحد انا واحد المنديل اللي يكون نقي، اللي فسخناه كنحطو وسط داك المنديل حتى كنكملو. صافي كنغطيو عليه مده ديال ساعتين ما كاملاش، راه ممكن السيده تطحنو يعني كيكون ناشف كيكون جاهز باش تخدم به. من بعد كنطحنوه مع 250 غرام ديال سكر كلاصي سبيسيال. ملي كنطحنوه كنضيفو عليه معلقه صغيره ديال مسكه حره، معلقه صغيره يعني مطحونه مع غير 4 حبات ولا 5 ولكن مطحونين مع سكر كلاصي. انا كنشري مسكه حره ديال العبار كناخذ 10 دراهم وكنطحنها مع كاس ديال سكر كلاصي وكنديرها في واحد القرعه وكنبقى هي نخدم بها، يعني كدير لي واحد المده تبارك الله اللي هي طويله. وهاد المسكه تاع العبار راه احسن من المسكه تاع الذكيه يعني بألف مره، هذه اللي كتكون مزيانه. ايوا واخا اذا تاخذ واحد 10 دراهم وتصيبها وتخلي عندها في القرعه. صافي كدير واحد راس معلقه المسكه حره وكتضيف قطرات من الروح ديال ديك القرعه الصغيره ديال الروح تاع الزهر. اييه كتضيف منها غير واحد القطرات اللي واحد 3 القطرات ولا 4، وكتضيف 4 كاس ديال الزبده مذوبه، واحد 25 غرام تاع الزبده اللي كنذوبوها. صافي وكنديروا معلقه كبيره ديال الكليكوز، وهذا هو السر باش كتجيني انا العقده ديال الكعبه كتجي معلكه.
وكنعجنها مزيان، يعني العقده خاصها تعجن وتدلك مزيان، كندير واحد الكميه تاع المزهر حدايا وكنبدا نضيف عليه بالمعلقه بشويه بشويه، وانا كندلك حتى كنحصل على العقده اللي انا باغا. كاينين بعض السيدات اللي كتلق ليهم الزيت بزاف وكيقول لك صافي بان العقده مشات ليا او خسرات، غنعطيهم واحد الطريقه الا تلقات ليهم العقده تاع اللوز الزيت يبقاو يضيفوا في المزهر وهما كيدلكوا، راه كتعاود كتجمع وكترجع كيف ما كانت في الاول، يبقاو غير يضيفوا، كيكون خاصها غير المزهر يبقاو يضيفوا المزهر ويدلكوا صافي راه تجمع ليهم العقده. بعد ما وجدت العقده هكا كنديرها حليبلات على وزن 17 او 18 غرام على حسب الكعب واش بغيناها كبيره ولا صغيره، كنخليهم على جنب. غادي ضروري ما نديرو فواحد البلاستيك ونغطيهم. غادي ندوز دابا باش نوجد العجينه، غادي نحتاج واحد 300 غرام ديال الدقيق، بيضه واحده، جوج معالق كبار ديال الكونفيتير ديال المشماش هذاك الخاص بالحلويات، ربع كاس ديال الزبده او الزيت اللي بغات السيده، طبيسه ديال الملحه، والمزهر باش غنجمعوا العجينه. كنجمعوا جميع المكونات كنجمعوهم، كنبداو ندلكوا فيهم مزيان، وحنا كنضيفوا المزهر خاص العجينه تكون قاصحه ديال الكعبه، ما تكونش حنا واحد العجينه اللي رطبه، تكون شويه قاصحه. صافي كنجمعها كنديرها في بلاستيكه وكنخليها تبات ليله كامله. من بعد كندوز باش غادي نشكلوها هكايا، نشكلو الكعبه تاعنا، كنقسمها هكا الكويرات ثلاثه او اربعه على حسب القياس اللي بغيت انا، كنديرهم في بلاستيكات وكناخذ الاله الخاصه بالتوراق كل واحد باش كتبدا عنده. انا كنطلقها في الجهه الواحد، يعني الجهه الغليظه هي الاولى، وكنعاودها في الربعه وكنعاودها في السته. انا عندي رقيقه بزاف هي التسعه، ولكن كتجي رقيقه كندير في السته. المهم السيدات كل واحده وعلى حسب الاله تاعتها. من بعد ما كنخرجها كنعاود نطلقها شويه بالمدلك على حسب السمك اللي انا باغا. صافي كنحط فيها ديك الحبه ديال اللوز او ديال العقده، وكنطوي الكعبه تاعتي، كنديرها على شكل الكعبه اللي كاينه جديده، يعني ماشي الكعبه الاولى اللي كانت. المهم راه الشكل ما عرفتش كيفاش غنشرحو. كندير الكف تاع يدي حتى كنوقف وكنعطيها القياس وكنعمر القناه، ومن بعد صافي باش كنقادها. وكناخذ واحد المنقاش كنقشها من الفوق، وكناخذ واحد الفنيته مباشره، كل حبه كملتها كندير فيها واحد الثقوب باش ما تفرقعش في الفران، كنديرها انا في هذه المرحله الاولى. صافي وكنستفها في اللاطه، كنخليها تبقى الى عندي الوقت كنخليها حتى يومين، قد ما بقات كتجي مزيانه، ما عنديش الوقت كنخليها تبات ليله كامله. في الغد اللي كندخلها الفران اللي كيكون بارد، يعني الفران باقي ما شاعش، كندخل اللاطه عاد باش كنشعل عليه الفران تكون عافيه مهيله، وكنخلي الباب شويه منفس على الفران. هذه هي ملاحظه باش الكعبه ما كترطقش. كنوقف عليها يعني كنقحها ديال قبل سنة ما ندخلها للفران. كناخذ واحد، سمحوا لي، كناخذ واحد البيض تاع البيضه كنطربوا مع معلقه صغيره تاع سكر كلاصي ومعلقه ديال الزيت، كنطربهم مزيان، وكناخذ واحد البانسو وكنبدا ندهن في الكعبه تاعتي من التحت للفوق. يعني نحاولوا هاد الخليط هذا ما نهبطوش لتحت باش ما يديرش لنا واحد القشره في التحت تاع الكعبه وتحرق لينا. صافي ملي كنكملوها كامله في الدهين كندخلها للفران كيف قلت لك اللي كيكون بارد عافيه، كتكون مهيله، وكنخليو شويه الباب محلول حتى كتحمر لينا شويه من التحت، يعني واحد اللون اللي مذهب ما كنخليوهاش تحمر بزاف. كنشعلوا عليها من فوق تكمل الطياب ديالها، راه ما كتاخذش واحد الوقت بزاف. صافي كنخرجها والفران مازال سخون، يعني كنطفي الفران ولكن كيكون باقي سخون، كندهنها هي بالناطاج بواحد السرعه، يعني مازال سخونه كنحاول ندهنها من كلها وكندخلها الفران باش كيتشمع على داك الناطاج من الفوق. صافي وكنخرجها. ملي كندخلوا الفران الفران طافي ماشي شاعل غير كيكون سخون. صافي كيف ما كيتشمع عليها الناطاج كنخرجها. راك شتي انا الشكل ديالها كي داير، ما كترتق ما كتخسر، كتجي ناجحه مليون في المئه. تبارك الله عليك انتصار، الله يعطيك الصحه. كلهم حلويات ساهلين، كنظن نتمنى ان المستمعات غير تبعوا المراحل المبسطه كيف شرحتهم الانتصار. غنعطيك واحد الحلوه اللي ساهله واقتصاديه، وهي كتجي زوينه، فيها بيضه واحده. غادي نحتاجوا ليها 250 غرام ديال الزبده، الزبده ديال البواطه، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر، جوج معالق كبار ديال الكاكاو المر، بيضه واحده، كاس ونص ديال الكاوكاو اللي كنحمروه ونقشروه وكنهرمشوه غليظ، خماره واحده، صاشي ديال الفاني، ورشه ديال الملحه. كناخذوا الزبده كنخلطوها مع الزيت والسكر والفاني، كنخلطوهم مزيان حتى كنحصلوا على واحد الكريمه. من بعد كنضيفوا عليها كاكاو والبيضه والملحه، كنخلطوا هاد المكونات. من بعد كنضيفوا كاوكاو اللي حمرناه وقشرناه وهرمشناه، وكنضيفوا الخماره. صافي وكنجمعوا بالدقيق حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون متماسكه وما كتلصقش باليد. من بعد كنشدوها كنديروها حليبلات طوال او على شكل هيله اللي بغات السيده. هاد الكميه هذه سنة اختي راه كتعطي كيلونس ديال الحلوه وكتجي لذيذه وزوينه. من بعد ما كندخلوها للفران طيب وكتكمل الطياب ديالها كنخرجوها، كنكونوا مذوبين الشكلاط بيض، واحد 250 غرام ديال الشكلاط بيض.
كندوبوه، كنغطسوا الحلوه هذه في الشكلاط ابيض وكنعاودوا ندوزوها في الكوك. ايه كيجي المنظر ديالها راقي وكتجي زايده بزاف، وكيف شي مقادير ماشي شي حاجه اللي هي كثيره فيها، وكنعطينا واحد الكميه اللي كبيره. ايه غنعطيك دابا واحد الكراس بالفينول اللي ممكن السيدات كيديروه في طلع العيد، كيجيو زوينين بزاف. غادي نحتاجوا ليهم 4 الكيسان ديال دقيق الفورس، جوج كيسان ديال القمح الفينو، كاس ديال السكر، كاس الا ربع ديال الزيت، جوج معالق كبار ديال الماء زهر، جوج معالق كبار ديال حليب غبره، جوج خميرات، معلقه ديال الخميره فوريه، نص معلقه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الخل، وصافي. هادشي اللي غادي نحتاجو بالنسبه للعجينه، والتزيين غادي نحتاجو بيضه وشويه ديال الجنجلان. كناخذو واخا انت ساري سمحتي تعاودي لنا، واخا كنحتاجو ليهم 4 الكيسان ديال الدقيق الفورس، وجوج كيسان ديال الفينو، دقيق الفينو هذاك القمح الصفر، كاس ديال السكر، كاس الا ربع ديال الزيت، جوج معالق كبار ديال الماء زهر، جوج معالق كبار ديال الحليب غبره، جوج خميرات، معلقه صغيره ديال الخميره فوريه، نص معلقه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الخل. وبالنسبه للتزيين غادي نحتاجو بيضه وشويه ديال الجنجلان باش نزينو من الفوق. بالنسبه للطريقه غادي ناخذو القصريه تاعنا، غادي نديرو فيها 4 الكيسان تاع الدقيق، ما يعادل 400 غرام ديال الدقيق. غنضيفو عليهم 2 كيسان ديال الفينو او القمح، ما يعادل 200 غرام. غادي نخلطوهم في القصريه، وغنضيفو عليهم كاس ديال السكر، وكاس ديال الزيت، وجوج معالق ديال الماء زهر، جوج معالق ديال الحليب غبره، جوج خميرات، معلقه صغيره ديال الخميره فوريه، معلقه كبيره ديال الخل والملحه. غنخلطوا هاد المكونات كاملين، وغادي نضيفوا عليهم، غيهزوا لينا من 2.5 كيسان حتى 3 الكيسان ديال الماء. نفس الكيسان باش عبرنا الدقيق. غنحطوا لها واحد العجينه اللي كتكون مرخوفه بزاف وكتلصق باليد. غادي نجمعوهم، ما كتسد لك ما والو، نديروها في واحد سوبيرا او شي حاجه اللي كتغطى صافي. وغادي نغطيوها ونخليوها واحد المده ديال ساعه او ساعتين، يعني حتى كتخمر وكيتضاعف الحجم ديالها. من بعد كناخذوا هاد العجينه كنعاودوا نجمعوها، نخرجوا منها داك الهواء، وكنحطوا حدانا واحد الزبيفه فيها شويه ديال الزيت صافي. وكنبداو ندهنوا يدينا بالزيت، وكنديروا واحد الكريسات اللي كيكونوا صغيورين صافي. كنحط نستفهم في لاطا، ومن بعد كنحاول نضغط عليهم من الفوق وكنغطيهم حتى كيخمروا. المره الثانيه ملي كيخمروا كندهنهم بالبيض تاع البيضه اللي كنزيد فيه واحد القطرات قليله ديال الخل باش يهرس فيه غير ريحه تاع البيض، وكنرش عليهم الجنجلان وكندخلهم الفران يطيبوا. ما نقولش لك انا اختي كيفاش كيجيو، وكيبقى واحد المده ديال اسبوع وكثر، ما كيقصاحوش قد ما كيبقاو كيزيدوا يرطبوا، كيجي فيهم واحد المذاق اللي هائل وزوين. وكنتمنى المستمعات يجربوا هاد الكروس هادو. اكيد ان شاء الله غادي يجربوا كل الحلويات اللي قدمتي لنا اليوم. انتصار الله يعطيك الصحه، بارك الله عليك. واحد الكفته ديال الدجاج صراحه بغيت المستمعات حتى يجربوها، ساهله وكتجي زوينه بزاف، وكتجي حتى مقبل مع اي حاجه درناها. غادي نحتاجوا ليها 4 حبات ديال الدجاج، حبه ديال مطيشه، بصله وحده، 3 دروس تاع الثوم، نص كاس ديال الشابليغ او الخبز محمص. انا هنا كان هذا الباريزيان اللي كيبقى ليا، كنجمع واحد الكميه وكندخلو الفران مره فما كانش على الفران كندخلو حتى كيبس. من بعد كنحكو في حكاكه وكنعاود نغربلو، وكننكهو يا بالزعتر ولا بالسودانيه، المهم كل مره باش كننكهو، وكتبقى عندي واحد المده يعني، وكنخدم به بزاف الحوايج، وكيجي هكا ساهل واقتصادي صافي. كنضيفو عليهم بيضه، معلقه ديال القزبر والمعدنوس مخلطين، 2 فرماجات مثلثين، نص معلقه صغيره ديال السودانيه، ومعلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال القزبر يابس طحون، نص معلقه ديال البزار، نص معلقه ديال الخرقوم، ونص معلقه ديال الكمون. غادي ناخذ الحبات ديال الدنجال تاعنا، غادي نعاودوا للمستمعات لانه زربتي شويه. واخا واخا ندير بالي مع بنتي. لا اي اي واخا سمحي لنا، سمحوا لي ماشي مشكل. غادي ناخذ 4 الحبات ديال الدنجال، غادي نحتاجوا مطيشه وحده وبصله وحده، واخا 3 دروس ديال الثومه، نص كاس ديال الشابليغ او الخبز محمص، بيضه وحده، معلقه كبيره ديال القزبر والمعدنوس مقطعين رقاق، 2 فرماجات مثلثين، نص معلقه صغيره ديال السودانيه، معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال القزبر يابس مطحون، نص معلقه صغيره ديال البزار، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، ونص معلقه صغيره ديال الكمون.
هي الطريقة. غادي ناخذوا الدنجال ديالنا كيكون هكا كصين، غادي غير نغسلوه ونمسحوه، غادي ناخذوا واحد السكين غنديروا فيه ثقوب، غناخذوا الدنجاله هكا ندير فواحد 4 ولا 5 تقطيعات كل دنجاله نديروها فيها، غادي نحطوهم في لاطون ندخلوهم الفران يتشوى. ملي غادي يتشوى لينا الدنجال مزيان غنديروه في واحد البواطه ونسدو عليه باش هذاك العرق تاعو يرجع ليه ودغيا نزولوا ليه القشره. ملي غادي نقشروه غادي نقطعوه هكا طريفات يكونوا صغار بزاف، ماشي غادي نمعسوه ولكن غادي نقطعوه طريفات يكونوا رقاق، تحاول السيده تقطعهم رقاق بزاف. غادي ناخذ حبه تاع مطيشه حتى هي غادي نقطعوها ونحيدوا لها الزر، نقيوها ونحيدوا لها الزريعه ونقطعوها رقيقه، والبصله حتى هي كذلك نقطعوها رقيقه بزاف. غادي نحكوا عليهم 3 دروس ديال الثومه، نضيفوا عليهم نص كاس ديال الشابلوغ، بيضه، القزبر والمعدنوس، نضيفوا 2 حبات ديال الفرماج او يديروا واحد الكميه ديال الفرماج حمر محكوك اللي بغات السيده اللي متوفر عندها. غادي نضيفوا السودانيه شميره، القزبر يابس، معلقه صغيره ديال نص معلقه صغيره ديال البزار، ونص معلقه صغيره ديال الخرقوم، ونص معلقه صغيره ديال الكمون. غنخلطوا هاد المكونات كاملين، غنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون هكا متماسكه. غادي نخليوها واحد 5 دقائق باش تعاود تجمع لينا مزيان، وناخذوا واحد الطبيسين نديروا فيه واحد شويه ديال الفورص، ونبداو ونديروا هاد العجينه هادي نديروهم على شكل كريسات دائريين او اوفال بغات السيده هكا طوال، وندوزوهم في الدقيق ديال الفورص ونقليوهم، واللي ما بغاش تقليهم ممكن تدخلهم الفران. غير هما الصراحه مقليين راه كيجيو لذاد كثر، واخا انا راه ضد القليان ولكن مره مره فعلا. انا اختي هذه راه كتجي زوينه والكلاها ما غاديش يعرفها واش دنجال نهائيا. كتغير لا في الشكل ولا في المذاق. هذه مخيره بالنسبه للوليدات في الصراحه. الصراحه انا كيحماقوا عليها بناتي. لا مزيان تبارك الله، مزيان. الله يعطيك الصحه انتصار، تبارك الله عليك. للاسف ما بقاش لنا الوقت وما سخيناش بالاقتراحات من عندك، واكيد فرصه مقبله ان شاء الله. شكرا لك بزاف انتصار ام ريم، صباحك مبروك وتحياتنا لك، ومشكور على كل هذه الحلويات اللي قدمت لنا، حلويات ساهلين مميزين في نفس الوقت، طريقه مبسطه، وختمنا بهذه الكفته ديال الدنجال واللي نتمنى انكم تجربوها ان شاء الله، واكيد باذن الله غادي تجربوا الاقتراحات من عند انتصار ام ريم اللي شاركت معنا اليوم بالعديد من الحلويات. لحظة غادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجعوا نتعرفوا على شكون المستمعة المحظوظة معنا في المسابق. لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال فقرتنا المتنوعة، وصلنا للمسابقة اليومية اللي مستمعة كتختار باش تشارك بالاقتراحات والشيوات متنوعة وتفيد بها المستمعات. ومعنا الفائزة المحظوظة هي رشيدة أبي دار من مراكش. صباح الخير رشيدة. صباح النور ولا فانا لاباس عليك، على خير؟ بخير بارك الله فيك. بارك الله فيك. جاتني القرعه اليوم. ايوا الحمد لله، مرحبا بك رشيده، راك ربحتي معنا منتوجات متنوعه مهدات من دانتي وايديال، وحاولي على انك تشاركي في المسابقه الكبرى باش ان شاء الله تكوني من المحظوظات اللي غادي يربحوا مضمه ديال الذهب. شاركتي ولا مازال؟ لا مازال تنوجد بس نصيفطهم ان شاء الله بريد اللي سميت في البريد. صافي ياك عندك العنوان؟ اياه العنوان ديال ميد غاديو. قيت الزيت من فيسبوك. يلا غير حاولوا تسرعوا لانه ما بقاش بزاف باش ان شاء الله يكون الاختيار المستمعه اللي غتربح مضمه ديال الذهب. رشيده شاركتي يعني داك الشغلوط ياك، ديك الحلوه؟ الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. سميده رقيقه ناعمه. على شكل صابلي. واخا هي اللي غادي تقدمي لنا اليوم. يلا حنت شاركتي بزاف الاقتراحات. واخا اذا تفضلي رشيده ابي دار من مراكش، تفضلي. المهم تنديرو زلافه ونص ديال السميده رقيقه ماشي الحرشه. ايه زائد بيضه وحده. نص كاس ديال الكوك، ونص كاس ديال زيت السيور. ايه ونص كاس ديال سكر كلاصي. وخماره وحده النص ديالها، قبيصه ديال الملحه. ايه المهم تنخلطو السكر مع البيض ومع الزيت مزيان غير بيدينا. عادي ساهلة اقتصادية وزوينة. تنضيفو ليها السميدة رقيقة، تنضيفو ليها الخمارة ديالنا. المهم تنعجنو العجينة كلها تنجمعها، كنقسموها على جوج. كنخلو كرة بيضاء وكنهزو الكرة التانية، تنديرها 2 معالق ديال بودرة كاكاو غير على حساب اللون. وتنسرحو مزيان فوق البلاستيكة بالدلاك طبيعة الحال. العجينة البيضاء كنقطعها دوائر بالكاس. وكنسطوها في لاطا ديالنا، كنشدها تاني عجينة كحلاها حتى هي كنعاودو نقطعها بالكاس وصافي. وكطيب ملي كنطيبوها تنديرو كونفيتير بيناتها، تلصقوها بالكونفيتير وكندهنوها من الجناب، وكنديرو ليها الكوك
حيت درنا كاس، قلت الكاس ديال الكوك ياك، قلت نص كاس ديال الكوك. اييه في العجينه، في العجينه. الكوك اه. واخا عاودي عاودي المستمعات الا سمحتي، عاودي لنا المقادير. سمحي لي. لا مش كاين حتى مشكل، اول مره نهضر باش نضبطوا المقادير معاك. واخا اه، فيها زلافه ونص ديال السميده رقيقه ناعمه، رقيقه بزاف. اييه. وفيها نص كاس ديال الكوك، نص كاس عنبه ديال الكوك. اييه. ونص كاس عنبه ديال زيت المائده. ونص كاس ديال بودرات كاكاو. لا، نص كاس ديال الكوك. نص كاس ديال الكوك. نص كاس ديال الكوك. ونص خمارة. وبيضة وحدة. إيه. صافي. وثلاثة المعالق ديال بودرة، جوج ولا حتى ثلاثة المعالق ديال بودرة كاكاو باش نديرو العجينة أخرى إلا قسمناها على جوج. صافي، هادشي اللي كاين. وكوفي تاعها كتلصقي بهم. إيه، باش نلصقو بهم. أه، المهم الطريقة، ملي تنعجنوها مزيان تنخلطو البيض مع سنيدة مزيان، تا كيتخلط مزيان، كنزيدو عليه الزيت، كنزيدو عليه الكوك، كنخلطو عاوتاني مزيان، كنزيدو السميدة، كنعجنو العجينة ديالنا مزيان. صافي، كنزيدو الخمارة، نص خمارة. كنخلطو كلشي، كنقسمو الكرة على جوج، وحدة كنخليوها بيضة، والثانية كنديرو ليها جوج بودرات كاكاو، جوج معالق كبار ديال بودرات كاكاو. صافي، تنفرشو البلاستيكة ديالنا، تنكرسو عليها البيضة بالكلاك، تقطع بالقطعة اللي بغيتي. أنا اخترت غير الكاس، قطعتهم هي بالكاس. والثانية حتى هي الأوكاز تفا في اللاطة، والثانية عاوتاني كحلاها، والثانية كندلكوها مزيان ونسرحها بالتلاك ونقطعها حتى هي بدوائها. إيه. صافي، من بعد ملي كيطيبو كدير كنسخيهم كونفيتور في الوسط، وكندهنهم كونفيتور من الجناب، وكنمدهم هكا في الكوك. كيجيو دايرين. اييه، كيجيو يعني في حقيقه يعني عجينه وحده، وكتعطي جوج شكيلات يعني ما بين الشكلاط الشكلاطيه وما بين البيضه. تجي بحال الحرشه وفي نفس الوقت زوينه. أيه. تجي بحال الحريشات وزوينين وخفاف وساهلين ودغيا كيتصاوبوا. والشكل ديالها بصراحه كتبان بحال الحلوه ديك ديامونتي اللي كتقطع على شكل دوائر بحال الكوكيز. الله يعطيك الصحه. بحال هكا. تبارك الله عليك رشيده، ومبروك عليك مره اخرى الفوز، وضاعفي الحظوظ ديالك، وحاولي انك تشاركي في المسابقه الكبرى باش تربحوا مضمه ديال الذهب كل شهر. فالطريقه سهله، قانون المسابقه سهل، ما عليكم الا تصيفطوا جوج الاغلفه ديال ايديال مع جوج الاغلفه ديال دامتي، ديروهم في برا وحاولوا انكم تصيفطوهم على العنوان ديال ميد غاديو، واللي هو اذاعه ميد غاديو فداء الزرق توني 55 الطابق الخامس الدار البيضاء. وسارعوا بالمشاركه وبعثوا لنا على صندوق البريد باش تكونوا من المحظوظات الفوز بمنظمه ديال الذهب كل شهر. واكيد قد ما يعني كثرتوا من هاد البراوات اللي فيهم هاد اربعه ديال الاغلفه، اكيد على انكم كتضمنوا الحظ ديالكم الكبير انه تكونوا من المحظوظات في الفرز، على انه يتم الاختيار ديالكم. وحد سعيد لجميع حدقات لالا مولاتي. ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال برنامج لامولاتي، وبحضور الدكتور عزيز سلامي طبيب اختصاصي في علاج امراض النساء والتوليد. اليوم كنتكلموا على الاستعدادات والتهيئ ما قبل الحمل. اهلا بك دكتور. اهلا بك سيدة سناء، شكرا على الاستضافة. شكرا لك. فاكيد على انه كل سيدة زوجات يعني كتفكر في الحمل، في الانجاب وتكوين اسرة واطفال، ولكن ممكن على انه تكون عندها مشاكل في الدورة الشهرية، او لك تعالج من امراض معينة بحال السكري، بحال امراض القلب، يقدر يعني اخروا الحمل ديالها، وغيره من المشاكل اللي غادي نطرقوا لها اللي ممكن على انه تعيشها في الفترة ما قبل الحمل. فاليوم بغينا نتكلموا على شنو هي الاستعدادات اللي كتشوفها يعني كطبيب والتهيئ المناسب للسيدات ما قبل الحمل. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع مهم. السيده اللي كتنوي تحمل، من الافضل انها تقوم بزياره للطبيب ديالها لاستشاره لفحص وبحث واش كاين امراض اللي هي كيخصها تعالج قبل من الحمل. عموما إذا كانت المرأة بصحة جيدة، كيخصها تراقب تكون عندها تغذية صحية سليمة متوازنة. إذا كان عندها واحد الفائض في الوزن، يعني أنت دير واحد الحمية باش ترجع لواحد الوزن اللي هو طبيعي، إنه لأن سميتو الوزن الزائد ولا السمنة كيعرضوا خلال الحمل، وبالأخص إلى حتى مع الحمل وقع زيادة ديال الكيلوات بزاف،
كتعرض المرأة لبعض المصاعب في الحمل ديالها، كداء السكري للحامل، كارتفاع ضغط الدم. فمن الأفضل يكون المرأة المقبلة على الحمل يكون عندها واحد الوزن يعني عادي، وإذا عندها واحد الزيادة في الوزن تقوم بحمية باش تنقص ذاك الوزن، وتكون عندها تغذية كما قلنا سليمة ومتوازنة. هذا بالنسبة للصحة عموما. بالنسبة كاين حالات خاصة ديال بحال مثلا المريضة تبدأ السكري، هادو كيلزمهم يقوموا بواحد الحمية، واحد علاج وتوازن ديال السكر ديالهم يعني 3 شهور قبل ما يقوموا بالحمل، بصفة يكون عندهم التوازن مضبوط. وأثناء الحمل كذلك كيخص داك التوازن يبقى مضبوط بالحمية وبالحقن ديال الأنسولين، لأنه واخا تكون مرأة قبل الحمل كتستعمل أقراص ديال علاج داء السكري، فأثناء الحمل داك الأقراص ما يمكنش المرأة تبقى تاخذهم، وكتضطر تدوز العلاج مع الحمية بالحقن ديال الأنسولين. فهذا من ناحية داء السكري، يعني ضروري أنه في 3 شهور اللي قبل ما يوقع الحمل تكون المرأة عندها واحد توازن مضبوط ديال السكري. بالنسبة اللي عندهم أمراض أخرى كأمراض الكلي أو أمراض القلب أو سميتو، فمفروض أنه يستشروا الطبيب ديالهم قبل من الحمل، قبل من الحمل خاصة يعني واش ما كينش مانع أنه يقوموا بالحمل، لأنه كين بعض الحالات اللي كيكون الحمل كيعرض الصحة المرأة والحياة ديال المرأة الخطر. فأحسن تكون استشارة للطبيب ديال القلب مثلا أو الطبيب ديال الكلي على واش الحالة الصحية ديالهم كتسمح بتقوم بالحمل، وفي نفس الوقت العلاج اللي عندهم اللي كيتناولوا في ديفاريك الأمراض إما الكلي أو القلب أو أمراض أخرى، يخص ذلك العلاج يكون مطابق وكيم كله يتبع ما أثناء الحمل. فإذا كانت بعض الأدوية ممنوعة أثناء الحمل يخص الاستشارة ديال الطبيب ديالها اللي كيغير لها الدواء المناسب اللي كتقدر تبقى تناوله أثناء الحمل ديالها إن شاء الله، وتكون متابعة يعني مستمرة، كتكون متابعة في هذه الحالات هذه اللي هي مرضية دقيقة بين الطبيبين، طبيب المرض اللي كتعالج عليه وطبيب أمراض النساء والتوليد، باش يكون تنسيق ما بيناتهم، يكون تنسيق بيناتهم لسلامة الصحة ديالها وباش يمر الحمل في أحسن الظروف. خاصة دكتور هو أنه بزاف يعني ديال البنات يعني قبل من الزواج كيكونوا كيعانيوا من بعض المشاكل اللي هما مثلا اضطراب في الدوره الشهريه، سمنه مفرطه، تكيس المبيض، اورام في الرحم، وقليل فاش كيديروا مثلا استشاره طبيه، لان تتقول سنجوج مثلا عاد غنمشي عند اخصائي في امراض النساء والتوليد. فملي كتزوج في السنه الاولى في السنه الثانيه كتعيش هذه الصعوبات واللي كتاثر حتى على الجانب النفسي ديالها، اللي كيكون بعض الامور اللي خصها تراقبها وهي مازال يعني ما تزوجاتش. اذا كانت مازال ما تزوجاتش ما يمكنوش نتكلموا على تهيئة الحمل. لا ما غنتكلموش على تهيئة الحمل، ولكن راه مثلا اذا عندها امراض خاصها تعالجهم طبيعة الحال، اذا عندها مثلا ورم مثلا وحده عندها ورم ليفي في الرحم كبير في مثلا نقولوا 8 سنتيم 7 سنتيم 10 سنتيم وكيسبب لها واحد النزيف اثناء الحيض، كيكون الحيض بوفرة كيعطيها فقر الدم، فهذه ما تسناش حتى تزوج وعاد تبحث وعاد سميتو، هذه من الاحسن تربح الوقت، لأنه إلى جرات العملية الاستئصال ديك الورم اللي فيه يطلب بعد الاستئصال واحد المدة على الأقل 6 شهور عاد تقدر تفكر في الحمل. فإذا كان عندها هاد الورم الحسن تعالجه قبل ما تزوج أو مباشرة بعد الزواج، باش على مدى تبغي تستعد باش تحمل تكون مرض داك 6 شهور اللي هي ضرورية بعد الجراحة مش عاد تقدر تحاول الحمل. هذه بالنسبة لها عندها مثلا مرض اللي خصو علاج جراحي، لأنه دكتور راه يعني من خلال البرنامج كنعيشوا حالات كثيرة ديال البنات اللي هما فترة مثلا ديال المراهقة في العشرينات، يعني مثلا تقرا والطالبات كنلقاوهم على أنهم عندهم مثلا مشكل في الدورة الشهرية، ولكن ما كاينش نهائيا ديك الثقافة ديال أنه خصها دير استشارة طبية. كتقول لك أنا الدورة الشهرية كتجيني مرة في 3 شهور، مرة في 5 شهور مثلا، وخاصة اللي كانت أمور اللي هي صامتة ما كتبانش، مثلا قلتي مثلا ورم غيعطي نزيف ممكن أن الواحد يدير استشارة، فتكيس المبيض تكيس المبيض ماشي صامت لهذه الدرجة، هو ما كيعطيش جميع النساء الأعراض ديال خلف الدورة. تكيس المبيض المتعدد هو كثير عند النساء 10-15%، وكنا تطرقنا في واحد الموضوع حلقة خاصة به. فالنساء اللي عندهم هذا المشكل هذا كتقدر تكون عندهم دورة منتظمة، ولكن يمكن كذلك تكون عندهم دورة غير منتظمة، يعني كتجيهم الحيض على شهر، شهر ونص، شهرين، 3 شهور، 6 شهور في بعض الحالات.
فهادو من الأحسن يكونوا كيتناولوا علاج قبل ما يكونوا عندهم الرغبة في الحمل ديال المنظم ديال الدورة باش ما يكونش داك العمل الغير منتظم ديال المبيضين اللي كيؤدي لذاك الاختلال في الدورة. فالعلاج كيعطي واحد انتظام في الدورة وكيساعد باش انه نهار كتحتاج المرأة نشط الإباضة كتكون أسهل. فمن الأحسن إلا ما كانش رغبة في الحمل عند هادو اللي عندهم إما مازال عزيبات أو لين تزوجوا ولكن يحلوا هاد المشاكل كيبغيو يتسناو واحد المدة عاد يفكروا في الحمل يعالجوا هاد المشكلة هذا ويكون عندهم واحد تنظيم ديال الدورة ديالهم في انتظار أن تكون عندهم الرغبة في الحمل إن شاء الله. نمشيو بالنسبة لواحد النقطة اللي هي مهمة جدا ولكن السيدات فاش كيكونوا يعني كيخطوا الحمل ما تيفكروش أو ما كيعطيوش واحد الأولوية كبيرة واللي هي صحة الفم والأسنان. وكنعرفوا يعني انه الجنين في ديك الوقيته يعني ياخذ الكالسيوم فكيكونوا مشاكل يعني في صحه الفم والاسنان كياثروا على السيده وحتى انه يعني طبيب الاسنان ما كيقدرش انه مثلا يدير شي حوايج اللي هي كثيره بالنسبه للام مثلا اللي كتعاني من الام ولا تسوس ديال الاسنان في ديك الفتره ديال الحمل. سؤال جيد لانه المراه اللي عندها معاناه مع بعض المشاكل في الفم ديالها من الاسنان ولا من التا من الاحسن تعالجها قبل من الحمل وكذلك إلى ما استطعتش تعالجها قبل من الحمل وحملت فمن الضروري تمشي تعالجها ما تقولش لا أنا حاملة حتى نولد إنه داك الأمراض اللي في الفم ديال التاء أو ديال الأسنان تسوس كتقدر تدخل ميكروبات للذات اللي كتقدر تمشي للجنين وتأثر عليه. فمن الأحسن تكون سلامة ديال الفم. فالمرأة إلى مشات وعالجت الفم ديالها والأسنان ديالها قبل الحمل يكون مستحب. بالنسبة للسيدات اللي مثلا ما كيعانيوش من مشكل صحي عندهم مثلا وزن طبيعي كيفكروا في الحمل منظمين الأمور ديالهم غير هو وصبحت يعني مؤخرا في السنوات الأخيرة السيدات يعني ولاو واعيات يقراو تيحاولوا أنهم يعني يحاولوا أنهم يسمعوا البرامج بهذا الشكل مثلا كيشوفوا على أنه خاصة مثلا في طرق من الحمل باش الاستعدادات ناخدوا حمض الفوليك ناخدوا بعض المكملات الغذائية ناخدوا بعض الفيتامينات. لربما مثلا ملي كتمشي عند طبيب اخصائي في النساء والتوليد كتقول مثلا انا راه باغا نستعد للحمل ممكن انه مثلا يرشدها لهاد الامور ولكن بين قوسين كاين بعض الشابات اللي كياخذوا هاد المكملات الغذائيه ولا مثلا كيسمعوا بحمض الفوليك الاسم ديالو مثلا غير من عند الصديقه ديالو كتاخذوا دون استشاره طبيه. فبغينا نركزوا على جوج نقاط. هو الا خدات حمض الفوليك بدون استشاره طبيه مع داك القياس اللي فيه هو قياس ماشي شي قياس كثير ان هي مكملات غذائيه مكملات غذائيه يعني غير كتكمل واحد الغذاء الا كان ناقص فما كنظنش انه يكون عندها واحد التاثير سلبي على الصحه. هو الا كانت عندها واحد تغذيه سليمه كما قلنا الاول ومتوازنه فهذيك التغذيه السليمه والمتوازنه يعني المفروض انه يكون فيها هذاك الحمض الفوليك في الغداء نفسه يعني في المأكولات الغذائيه المأكولات اللي كتاخذ الا كانت هي متوازنه كتكون فيها جميع ما كتطلب الصحه. فاذا كان عندها احتمال انه يكون نقص في التغذيه ديالها من حمض الفوليك فكيخصها تناولوا اقراص على الاقل شهر قبل من الحمل واثناء الشهور الاولى ديال الحمل ديال تثبيت الحمل. هذه الفائده ديالو هي في كيتفادى بعض التشوهات الخلقيه في الجنين في عند الجنين في في سميتو العمود الفقري وفي في الغشاء ديال الراس كنسموها انومالي دو فيرميتور دو تيب نورال يعني الغشاء ديال الجهاز العصبي منه الجمجمه ومنه العمود الفقري كيقدر يكون فيه احد التشوهات خلقيه اللي كتؤدي لبعض الصعوبات الصحيه. فالوقايه من هذه المشاكل ديال الانسداد العمود الفقري اثناء تطور الجنين ضروري كيخصوا لهذا الحامض الفوليك. وفي النساء اللي كيكون عندهم نقص في التغذيه ديالهم وما خداوش هذه المكملات الغذائيه كيكون عندهم واحد النسبه اكثر ديال التعرض لهذا الداء. وهذا المشكل كيبان في الفحوصات بكشف الصدى اثناء الحمل.
اكيد على انه الاستعدادات والتهيئ ما قبل الحمل ركزنا يعني على انه ضروري انه السيده تعالج من المشاكل الصحيه اللي عندها قبل من الحمل، تنقص من الوزن ديالها يكون عندها وزن طبيعي، تركز على التغذيه السليمه والمتوازنه، تراقب صحه الفم والاسنان. كانت كتدخن قالت لنا العادات السيئه خاصها تخلص منها فعلا. كانت كتدخنت توقف عن التدخين، ان التدخين عنده واحد الضرر كبير لا عليها ولا على صحه الجنين. ولا صحه الجنين. بقات لنا غير بالنسبه للتلقيحات، يعني التلقيحات كنعرفوا لانه من يعني ملي كيكونوا ملي كنكونوا صغار وحنا كنكون عندنا تلقيحات حتى كنوصلوا لواحد السن معين ما قبل الحمل، واش كاين مثلا السيده الى مثلا جلبه الاخرى مثلا ما دارتهاش اولا؟ كاين مثلا كاين داء الحميره وهو لا روبيول، كاين تلقيح عليه كيكون في الصغار، فالمراه ملي كتقوم داك الاستشاره الطبيه قبل ما تعول على الحمل كنقدروا نوصفوا لها اجراء تحاليل منهم واش كاين مناعه ولا عدمها على داء الحميره لا روبيول، ولما كانش المناعه كيمكن لها تقوم بواحد التلقيح ضد هذا الفيروس وكتولي عندها مناعه اللي ما كتبقاش معرضها للخطوره في الحمل من بعد. هذه بالنسبه للحميره. بالنسبه لداء المقوسات ولا تسمم البلازما يعني لا توكسوبلازموز، هذا ما عندوش تلقيح خاص به، عنده هي الا تصابت به قبل من الحمل فمن الافضل لانه غادي يعطيها واحد المناعه وديك المناعه كتبقى مدى الحياه. الا ما تعرضتلوش قبل من الحمل فاحنا بمجرد ما كتكون المراه حامله كنجريو التحليل، الا كانت ما عندهاش مناعه كنصحوها ببعض الاحتياطات الغذائيه ديال النظافه الغذائيه ومراقبة التحليل إلى آخر الحمل حتى توضع المرأة تتولد. إلا بقى ما كاينش مناعة فمتى ما وقعش مشكل، فإلا وقع تغير في أثناء الحمل من عدم وجود المناعة لوجود المناعة يعني البريزونس ديال الإزانتيكور الأجسام المضادة، داك الساعات كاين علاج وكاين احتياطات كتخد باش نعرفوا واش إصابة الجنين أو لا. فقبل الحمل يعني اللي تقدر ما تعمل هو كتعمل تحليل باش كتعرف واش عندها مناعة أو ما عندهاش مناعة. الحالة إذا كانت عندها مناعة ما بقاش مشكل، ما كانتش عندها مناعة كتقدر تاخد الاحتياطات ديال النظافة الغذائية ابتداء من الحمل من البداية ديال الحمل ديالها. غادي نمشيو بالنسبة للسيدات اللي يعني كيستعدوا للحمل المرة الثانية والمرة الثالثة، يعني الحملات المرة الأولى خدات يعني وقتها الكافي وبغات تعاود تنجب المرة الثانية ولا الثالثة، فنبغيو بالتدريج نمشيو بالنسبة للنقطات ديال ملي كتستشر معك مثلا سيدة اللي هي عندها حمل أول وبغات دابا كتفكر في الحملة الثانية ولا الثالثة مثلا وهي كتمواظبة على يعني مانع الحمل، واش بسهولة مثلا يعني توقف هذاك المانع الحمل ولا كاين شي بروتوكول طبي لا بغينا نقولوا على اساس انه خاص مثلا تاخذ شهرين ولا ثلاث شهور مثلا وهي موقفه هذاك المانع الحمل؟ كيفاش كتكون الترتيبات؟ هو ما كاينش ترتيب خاص بالنسبه لهذه المساله. هذه المراه مازال ما سبق لهاش ولدت او سبق لها ولدت، يعني في هذه الحاله يعني هما سواسي، يعني كانت كتاخذ اقراص مانع الحمل وقررت باش تحمل كتوقفهم ولا خدات بعين الاعتبار الاحتياطات اللي سبق ذكرناها دابا ديال السلامة الصحية ديال الوزن السليم ديال علاج الأمراض اللي هي مصابة بها. فإلا كان هذا الشيء كله ما فيش مشكل وقررت الحمل كتوقف طريقة مانع الحمل، إذا كانت أقراص كتوقف أقراص، كان عندها اللولب كتمشي عند الطبيب كيزولها اللولب اللي عندها، وكانت كتستعمل طريقة أخرى كتوقف طريقة مانع الحمل وكتكل على الله. المنصوح به في هذه الحالات هذه المرأة ملي كتبدا محاولة الحمل انه كاين بعض الاخطاء يعني شائعة كثيرة وكيستعملوها النساء ديال الحساب الحساب العدم الحمل والحساب للحمل وهما بجوجهم يعني ماشي وسائل ناجعة ماشي وسائل اللي كتعطي النتيجة الحساب للحمل على اساس ديك فترة الإبادة. المرأة الا ما بغاتش تحمل ما تستعملش الحساب لانه كتحس بيه واحد الفتره وكتقدر الاباضه توقع قبل من داك الفتره ولا من بعد داك الفتره. تطرقنا هذا الموضوع عده مرات فعلاً. انه الاباضه المبكره والاباضه المتاخره كثيره بزاف، فلا وقعت لها اباضه مبكره او متاخره وهي كتاخذ دير الحساب باش ما تحملش كيوقع عندها حمل، او بالعكس الى المراه راغبه في الحمل وركزت على الفتره ديال النظريه الاباضه يعني بين 10 حتى 14 16 18 في الدوره
ويني وركزات على الجماع في ذاك الفتره هذه، يكون سات الفتره الاولى اللي قبل منها والفتره اللي من بعد منها، كتقدر يوقع تاخر ديال الحمل لانه الاباضه بعض المرات كتسبق، تقدر توقع حتى في اليوم السابع ولا كتقدر توقع حتى في اليوم 28 من الدوره. فالاباضه ما عندهاش نظريا عندها واحد الوقت محدد، ولكن في الواقع المعاش عندها اختلاف كثير، يعني كتقدر تسبق ولا تاخر، يعني في تقريبا في النص ديال الحالات، يعني 50% ديال الحالات ما كتكونش الاباضه في نهار 14. من غير يعني كيف قلتي يا دكتور على اساس انه مثلا السيده ملي كتبغي تحمل وفي هذيك الفتره ديال الاباضه يعني هي كتظن انه مثلا في 10 ولا في 14 وكتبقى يعني متبعه مع الطبيب ديالها في هذيك الفتره، يعني الطبيب تيقدر انه مثلا هي المراه اللي ما عندهاش مشكل ما كتحتاجش تتبع مع الطبيب باش تحمل، الا ما عندهاش مشكل يعني كتكل على الله وكتبدا تتزاول العاده الجماع ديالها مع الزوج ديالها عادي، يعني المنصوح به هو يومين كل يومين تكون يكون جماع من انتهاء الدوره حتى الدوره المقبله، يعني من تسالي الحيض كل يومين حتى تعاود تجي الحيض المواليه باش ما تفوتش حتى شي باش ما تفوتش الفرصه ديال الاباضه الا كانت مبكره او متاخره كتصادفها، ويقبض داك الساعات الاحتمال ديال الحمل في كل دوره هو ديال 25-30% ماشي اكثر. فداكشي علاش المراه بعد ما كتحمل على 6 شهور راه حاولت 6 مرات، واللي حملت على عام راه حاولت 12 مره، فكتبقى داك المحاولات بالنسبه اللي ما عندهاش مشكل ما كتحتاجش المتابعه الطبيه باش تحمل، يعني كتبقى عايشه حياتها الزوجيه عاديه بانتظام مع مزاوله منتظمه. وفي غالب الاحيان كيوقع الحمل كما قلنا في خلال 3 شهور 6 شهور حتى لسنه، ملي كتفوق السنه هنا كنقولوا يمكن كاين مشكل، وديك الساعات ملي كتوصل المراه لسنه وما وقعش حمل، يعني ديك الساعات من هو من المستحسن انه ما تشاور الطبيب ديالها باش تشوف واش كاين شي عائق اللي جعل وقع تاخر. اذا اكيد مستمعينا مازالين مواصلين رفقه الدكتور عزيز سلامي طبيب اختصاصي في علاج امراض النساء والتوليد، اليوم كنتكلموا على الاستعدادات والتهيئ من اجل الحمل، فيمكن لكم تواصلوا معنا الى عندكم اي تساؤلات طبيه على 0522-88-006-61-62. معنا اول مكالمه حنان من اليوسفيه. الو حنان. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ورحمه الله وبركاته. كلشي بخير الحمد لله. الله يبارك فيك. وي الله يخليك لك سؤال. اييه تفضلي. مرحبا تفضلي. لا وي بارك الله فيك. الوغ عندي 39 عام وعندي دو زونفون. اييه و دوبي من العام الفايت عرفت بان عندي اون انسيفيزونس ايبوفيزير و تيعطوني ان تريتمون ديال هيدروكورتيزون كناخذو دابا دوبي ان عام. نعم. الوغ البروبليم اللي ولا عندي افيك لا بريز ديال هيدروكورتيزون تبدل لو سيكل، ولا عندي لو سيكل اللي كور من ما كنكملش 28 جور من 24 25 26. وكان عندي بروبليم ديال ديسمينوريا بزاف كرونيك، فاش شفت لو جينيكو العام الفايت قال لي عندي دي بوليب او نيفو دي تيروس، كان عندي دو بوليب افيك اون اندوبيتريوز. يعني عندك قلتي الدم كتجيك بالالم، فتقدر تكون مساله متصله بالمرض بطانه الرحم المهاجره هي الاندوميتريوز، ودرتي العمليه بالمنظار. العام هادي درتي العمليه بالمنظار؟ وي. سيريوسكوبي؟ وي دار كاريمون حي لي بوليب ودار الكورتاج ديال الكيروس، هادشي اللي قال لي انا ميدسان. هادي الاستيروسكوبي، ولكن واش قمتي بالعلاج ديال الاندوميتريوز يعني بالمنظار الباطني؟ سيريوسكوبي. لا هو بار لا سويت قال لي خصك ديري ان تريتمون اللي هو هرمونال. انا ما بقيتش رجعت عند الميديسان لانه انا عندي مشكل ديال الشقيقه ديال لا ميغرين، والطبيبه قال لي بانه ما يمكنش ناخذ حتى شي تريتمون هرموني اباز هرمون، كيف ما بقيتش رجعت عند الميديسان. اذا كانت عندك دابا واش انت كترغب في محاوله حمل اخر ولا شنو؟ هذا هو الاشكال. لا هذا هو السؤال ديالك. وي. فاذا عندك لوندوميتريوز، لوندوميتريوز كتقدر تاخر الحمل تمنعه. هي من الاسباب، هي من الاسباب اللي كتجعل انه النساء كيكون عندهم، يعني من الاسباب اللي هي كتعرض النساء لتاخر الحمل. فالعلاج ديال بطانه الرحم المهاجره يتم من الافضل باجراء عمليه بالمنظار الباطني لا سيريوسكوبي. هذيك بعد العمليه كتقوم بالتشخيص، يعني الدياغنوستيك يتاكد بهذه العمليه انه كان قبل من هذه العمليه كنفكروا كنقولوا سوبوزيسيون يمكن كاين لوندوميتريوز، ولكن بهذه العمليه ديال المنظار لا سيوسكوبي كنتاكدوا بان كاين لوندوميتريوز، وكنقوموا بالعلاج ديالها في اثناء ذاك العمليه جراحيا
كنحيدو داك كنعالجو داك البلايص اللي مصابين باللونوميتريوز. هادوك لي بوليب تقدروا تحيدوا في، لا لي بوليب كيكونوا في جوف الرحم، هذوك زولاتهم السيده راه زولاتهم بالاستيروسكوبي يعني بالمنظار الرحمي. كنا درنا حلقه تطرقنا فيها المنظار الباطني والمنظار الرحمي، هما جوج الحوايج، هما جراحه منظاريه، ولكن الرحمي كيدخل الاندوسكوب في جوف الرحم من المهبل، والسيريوسكوب يعني المنظار الباطني كيدخل من السره، فهذه مساله مختلفه. دونك المنظار الباطني اللي كيدخل من السره كيعطينا واحد النظره على داخل البطن، الامعاء والرحم والقنوات الفالوب الكرون والمبيض والغشاء ديال البطن. غالبا كتكون هاد الإصابة بالأندوميتريوز يعني بالمرض بطانة الرحم المهاجرة في غشاء البطن وفي المبيض أحيانا، وفي حتى القنوات الفالوب كيقدروا يتصابوا به. فكنقوموا بالعلاج أثناء هذه العملية، هذه كنديروا تشخيص وكنقوموا بالعلاج بهذه العملية هذه، غالبا كتكون نتيجة إيجابية. والحالات اللي كيكون هذا هو اللي عائق في الحمل ديالها كيقدر يوقع الحمل في 6 أشهر موالية، ما تتكونش لا ما كتعاودش ترجع غير في ديفكو. هو الا حملت المراه حسن علاج داك الساعات هو ملي كتحمل، ملي كتحمل كتبرى 100%، لانه اثناء الحمل كيكون توقف ديال الحيض 9 شهور، فهذاك البلايص اللي كيكونوا مصابين كيبراو نهائيا، فهمتي؟ من بعد العمليه الى وقع حمل هذاك هو احسن علاج اللي كتقدر تناول المراه. فالى برات من المشكل وحملت، يعني الا حملت هنا معناتها انه راه المشكل تحسن، ولا حملت الحمل كيقوم بالعلاج ديال الا بقات شي بقايا ديال هذا المرض هذا. وكتلاحظ المراه من بعد الولاده انه داك الالام اللي كانت كتكون اثناء الحيض ما بقاتش. صافا حنان، عندك شي تساؤل اخر؟ ما كاين حتى مشكل. مرحبا لنا. الله يبارك فيك، تحياتنا لك. مرحبا لنا. غادي نواصلوا باقي المكالمات معنا. حسنه من الصويره. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دايرين بخير؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا بزاف على البرامج ديالكم. العفو، بارك الله فيك. عافاك الدكتور، انا مرحبا. عندي ولد عنده عام و7 شهور تقريبا. الله يخليك. ومازال بخليك، مازال كنرضعوا رضاعه طبيعيه، وانا كندير الحساب تقريبا اكثر من عام كندير الحساب، ولكن هذا الشهر حملت. مبروك الحمل. اللي كنقول للنساء اللي كيديروا الحساب تحسبوا الدراري. والله الا بقيتي كدير الحساب بعد هذه الولاده هذه غتبقى تحسب في الدراري دابا هذا الثاني، ولكن الا بقيتي كدير الحساب غيولي عندك 3 و4 و5 ان شاء الله، فهمتي؟ والحساب ماشي طريقه ديال الحمل جيده، فهمتي؟ ماشي جيده. ودابا المشكل هو انا باقي كنرضعوا وما عرفتش واش مع الحمل واش يمكن لك تبقى ترضع، لا ما كاين حتى شي مشكل يعني عادي. واخا عادي اذا ما عندكش حتى نوجد في الرحم ديالك، ما عندكش دي كونتراكسيون اللي هما كيتسبوك في الام في البطن الاسفل، وما عندك حتى شي مشكل، يمكن لك تبقى متبعه. يعني الحمل ديالك هي سليم وما فيش اعراض، لان هي كتوحي بانه الرضاعه هي اللي مسببه في هذاك المشكل. يمكن لك تتواصلي الرضاعه ديالك، تتكمل الرضاعه ديالك، تتكمل السنتين كنتي باغي تكمل السنتين. واخا مستمعه كتسولك دكتور، الى حملات السيده وهي دايره اللولب واش تحيدو ولا تخليه حتى الوقت الولاده؟ حسب التموقع ديال الحمل مع اللولب. الا كان اللولب بقى تحت من الحمل والحمل جا في العمق ديال جوف الرحم، فهو من الاحسن يزول اللولب. كان اللولب فوق الحمل يعني التموقع ديالو هو اللي في الجوف والحمل تحت منه، فهنا ما يمكنش نحيدوا اللولب، لانه غادي يقدر داك الساعه يتقاص الحمل ويوقع اجهاض. اذا الطبيب اللي كيحدد، الطبيب اللي كيحدد على حسب التموقع ديال كيس الحمل واللولب. اذا كان ممكن استئصال اللولب بدون ايقاع ضرر بالحمل، فمن الاحسن استئصال اللولب. من الاحسن كان تدي استشاره طبيه. كان ازاله اللولب كتقدر تؤدي للاجهاض، فمن الاحسن تخلي اللولب ما يكون عنده حتى شي مضره الا كان هو الفوق. واخا اذا تستشر مع الطبيب ديالها. مع الطبيب ديالها تماما. معنا بهيجه من تمارا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يخليك. انا يا بنتي عندها 4 سنين. الله يخليها لك. بارك الله فيك. والسنة الأولى ديال باش ملتها كنت دايرة الحساب. نعم. ولكن ما حملتش من بعد. بقى بالحساب دابا تحمل. وتحسب الدراري. ألوغ أنت دابا راغبة في الحمل.
دابا ما كاين لا حساب لا والو. اي دابا راه غير في الحملين حيتي الحساب. حيت الحساب بغرض الحمل باشي ومشيت عند الطبيبه بالحقيقه. باش حيتي الحساب شحال دابا دازت المده؟ دابا 3 سنين. 3 سنين باش حيتي الحساب. شحال في عمرك انا؟ عندي 43 عام. 43 عام. يعني هنا كي تكون عامل السن يمكن عنده تاثير على انه تاخر الحمل. ففي هذه الحاله كيخصك تعرض نفسك على الطبيبه ديالك باش تشوف واش مازال. يا راه قالت لك الدكتور مشات غير عند الطب العامي. لا خاص اختصاصي لانه هذا السن خصنا نشوفوا خزان المبيض واش خزان المبيض واش مازال عادي ولا انخفض بزاف. ونشوفوا ديك الساعات الحلول على حسب النتائج. يعني داك التحليله كتعطينا واحد الفكره باش كنعرفوا واش مازال امكانيه المساعده الطبيه للانجاب. صافي بهجه حاولي تمشي عند اخصائي في امراض النساء والتوليد. حيت انا دابا مشيت عند فادي العام عطاتني كينه قالت لي تشربيها وعطاتني كينه صغيره بحال العدسه بيضين وقالت لي هذه الكينه البيضاء تشربها من 15 ل 25. شوف عندك 43 سنه ما تضيعش الوقت. نصيحتي لك بالنسبه للسن ديالك ما تضيعش الوقت لان الوقت عندك قصير. فرص الحمل كتنقص مع السن والا بقيتي كتعمل علاجات اللي هي ما عندهاش نجاعه غادي تكون ضيعتي واحد الفرصه. يعني تمشي عند اخصائي في امراض النساء والتوليد باش يشوف المشكل فين كاين باش تعالجو من الافضل لانه ماشي سن ديال انه تبقى بشويه تبعها 3 شهور 6 شهور. يعني المراه اللي كتوصل فوق 35 سنه كنحاولوا نديروا الاجراء نسرعوا في الحلول نسرعوا في الحلول وفي الكشوفات اللي كتبين لنا واش كاين شي سبب ديال تاخر الحمل بينها وبين الزوج ديالها في جميع الكشوفات اللي باش نقلبوا على واش كاين سبب ديال تاخر الحمل باش ما نضيعولهمش الفرصه لانه السن كيكون عنده واحد العامل سلبي كل ما تقدم السن فالحدود الحمل كتنقص كل ما الواحد قالت راه 3 سنين وهي كتحاول يعني ضاعت 3 سنين فهمتي ضاعت 3 سنين فما تزيدش تضيع الوقت اللي بقى إذا كان مازال شي فرصة. واخا معنا مكالمة أخرى زينب من الدار البيضاء. ألو زينب. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عافاك بغيت نسول الدكتور. مرحبا أهلا. أنا كان أصلا عندي مشكل قبل يعني من الأول من الزواج كاع أن الدم كتجيني يعني من 3 شهور ولا كاع 4 شهور عاد كتجيني. ما عندكش انتظام في الدورة. ما صافي ما داويت عليها ما والو منين تزوجت وبغيت نحمل يعني عاد داويت عليها شربت واحد الدواء 3 شهور عاد تقادت ليا موراها حملت صافي ولدت دابا عاوتاني بغيت ان شاء الله نولد ويعني الدم عاوتاني مازال عندي نفس المشكل فاش كنت كندير بيلول مزيانه متبعه حيت ملي كتكون كتعمل اقراص من الحمل كيكون هي منظمه الدوره لان كتكون دوره بحال قلنا دوره اصطناعيه باقراص من الحمل فين كتكون منظمه ملي كتوقف الاقراص من الحمل كترجعي للطبيعه ديالك اذا كانت الطبيعه ديالك فيها خلل هرموني اللي كيؤدي للاختلال في الدوره فهذاك وذاك الخلل الهرموني اذا كان هو اللي ادى انه مر الاولى ما حملتيش حتى عملتي العلاج فمن الانجع انك تستشري الطبيبه ديالك او الطبيب ديالك باش تقوم عاوتاني بعلاج المشكل اللي باش يساعدك على باش يوقع حمل بسرعه ان شاء الله. والو ما كاين حتى شي حاجه ما كاين حتى شي عطاتني عاوتاني نفس الدواء ولكن ما كاين والو دابا طالعه في العام وما كاين حتى شي حمل. شحال في عمرك انا؟ كنشرب عندي 26 عام. 26 عام يعني مازال عندك الوقت يعني الحل كاين يعني كاين ادويه الاولانيه اللي ما كتعطيش فائده كندوزو هي مراحل كاين استراتيجيه ديال العلاج في هذا المشكل ديال الغالب عندك مرض تاكيوس المبيضين المتعدد يعني ليزوفيرميكو بوليكيستيك اللي كيكون فيهم اشكاليه في الاباضه. وإذا كانت هذه الإشكالية في الإباضة عندك وخا الأقراص وقع بها الإباضة إلا ما عطاتش حمل في مدة 6 شهور يعني كندوزو علاجات أخرى ما كنبقاوش غير بالأقراص وهذيك علاجات أخرى ما كنبداوش بها هي الأولى لأنه تكلفتها غالية ومراقبتها دقيقة خصها المراقبة الطبية أكثر فكنعطيو العلاج اللي هو أسهل وأبسط في الأول وهما الأقراس ولكن إلا استنفدوا الصلاحية ديالهم بعد 6 شهور ما وقعش حمل وخا كانت بهم الإباضة كندوزو لمرحلة أخرى في العلاج وهي العلاج في مراحل وآخر مراحل آخر مراحل في العلاج ديال هذا المشكل وهو التخصيب الخارجي يعني لا فيكونداسيون إن فيترو فما كنبداوش بها هي الأولى لأن هي آخر مرحلة مع عدا في السن المتقدم السيدة عندها 26 عام يعني خصها تدوز المراحل العلاجية الأخرى مع طبيب متخصص ولا طبيب متخصصة.
واخا غادي نرجعوا لموضوعنا دكتور، دائما حول الاستعدادات والتهيئ ما قبل الحمل بالنسبه للسيدات. بالنسبه كيف قلنا المراه اللي مثلا حملت المراه الاولى وكتساعد على انه تحمل المراه الثانيه ولا الثالثه، المده الفاصله مثلا الى المراه كانت ولدات يعني سيزاريان بالفتيح، المده الفاصله ما بين يعني ولاده وقيصريه وولاده اخرى قيصريه. هو بالنسبه لاي امراه عندها اطفال او عندها طفل وبغات تزيد كانت تكلم على تنظيم الاسره، فاجتماعيا تنظيم الاسره يعني من كل وحده والاختيار ديالها سنتين ثلاث سنوات اربع سنوات على حسب سنها وعلى حسب العدد ديال الاطفال اللي كتمنى كتنظم اسرتها على حسب نقولوا كتسنى سنتين او ثلاث سنوات او اربع، يعني هذه مسائل شخصيه او نقولوا ديال الزوجين. من الناحيه الطبيه بالنسبه للي ولدات بعمليه قيصريه المده ديال 6 شهور كافيه طبيا، كنهضر ماشي ديال تنظيم الاسره، تنظيم الاسره كيبقى بحال الولاده العاديه، بحال الولاده العاديه بحال الولاده بالقيصريه. المراه كتنظم اسرتها هي والزوج ديالها على حسب الرغبه ديالهم والسن ديالها، الا كان كيسمح باش تكون واحد الفاصل زمني طويل ديال سنتين او ثلاث سنوات او اربع سنوات. اما بالنسبه للطبيا بالنسبه للجراحه بالنسبه لا سيكاتريس ديال القيصريه يعني في خلال من بعد 6 شهور، يعني المراه انتظرت 6 شهور ولا انتظرت 6 سنوات ما كاينش فرق بالنسبه للمده السلامه ديال داك لا سيكاتريس ديال لا سيزارين. يعني اذا كملت 6 شهور يعني كيمكن لها تعاود تباشر حمل اخر بدون اي مشكل، كتولي بحال اي امراه عندها سيزارين وحملت يعني مش بحال الولاده العاديه. وبالنسبه مثلا كيف قلتي وحنا كنتكلم دابا على هاد النقطه ديال ولاده يعني قيصريه سيزاريان، واش المراه الا ولدت في الفتيح مثلا في الحمله الاولى يعني ضروري انها مثلا الحاله الصحيه ديالها دير الفتيح المره الثانيه ولا الثالثه، ولا ماشي بالضروره كيكون ماشي بالضروره على حسب شنو السبب اللي جعل بانه جرات عليه العمليه القيصريه. الا مثلا العمليه القيصريه جرات لانه كان الجنين مثلا نقولوا ما مقبلش براسو مقبل البقعه ديالو سياج، هذيك لا في الحمل الاخر كان مقبل فما كتكونش ضروره ديال السيزارين ديال القيصريه. الا مثلا العمليه القيصريه جرات حيت مثلا الحكاك ديال المراه ضيقين، بقى الحكاك ديال المراه ضيقين ما يتغيروش يبقاو ديما ضيقين، فهذيك خصها ضروري مثلا تعاود تولد بعمليه قيصريه. الا مثلا كان السبب الاولي انه الجنين كان عنده سمنه يعني الوزن ديالو كيفوق 4 كيلو وتجرات العمليه القيصريه على هذا السبب، وفي الحمل الثاني كان الجنين يعني التقدير ديال الحمل ديال الوزن ديالو يعني طبيعي حوالي 3 كيلو، فماشي مشكل اللي متكرر. فاللي يحكم في هذا الامر هو واش المشكل كيتكرر ولا ما كيتكررش. اذا كان المشكل اللي كيتكرر السبب الاول كيتكرر في كل حمل، فهنا كتكون لا ضروره ديال العمليه القيصريه. كان المشكل اللي كان سببه مثلا اثناء الوضع وقع استقرت الامور من بعد سخف الجنين والدقات القلبيه ديالو نقصوا وقامت العمليه الجراحيه باش يتعتق، ففي الحمل الثاني يعني اذا كان الجنين اثناء الوضع ما عندوش مشكل كتقدر تتم ولاده طبيعيه. فهو اذا كان المشكل كيتكرر فضروره بالنسبه للولاده انها تكون عمليه قيصريه. كان المشكل ما كيتكررش يعني من بعد عمليه قيصريه كيمكن للمراه حتى واخا حملت من بعد 6 شهور من العمليه القيصريه كيمكن لها تولد ولاده طبيعيه، ولكن بطبيعه الحال تحت المراقبه الطبيه. اكيد دكتور. ناخذ مكالمه اخرى معنا سميره من قلميم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا للمذيعه ديالنا على هذا الموضوع. مرحبا سميره. الدكتور على النصائح ديالو. مرحبا لا شكرا. انا يلاه تزوجت وهذا عام يلاه كمل عام بقى لي صار انا كمل عام، ولكن يعني كنعاني واحد سميتو واحد المشكل هو الحريق ديال الحيض. المهم لا الحريق ديال البول. حرقه التبول. اي التبول التبول شحال السن ديالك؟ لا انا دابا 30 30 سنه. نعم انا مشيت عند الطبيبه وعطاتني شي دواء بحال هكا داك اورانج شويه وكناكلو، لكن دابا ولات واخا كناكل هذاك الفرن صافي داك الحريق زاد. دابا هذه السيمانه باش انا في هذا الحريق ما عرفتش علاش. فيمكن عندك تعفن في البول يعني انفيكسيون يورينير سيستيت، واذا كنت خديتي هذا العلاج وما عطاش نتيجه فتراجعي الطبيبه ديالك او الطبيب ديالك
باش يقوم بعد توقف العلاج لمده يومين او ثلاثة ايام وكتقوم بتحليله كيعطيك تقومي بتحليله ديال البول باش يكشفوا على شنو هو النوع ديال الميكروب وشنو هو العلاج الملائم له وداك الساعات كيوصف لك العلاج اللي كيعطيك. سميره مشيتي عند الطبيب ولا مازال؟ مشيت عند الطبيب وقال لي زعما الوالده سليمه ما فيهاش لي كيس كل شيء مزيان وعطاني واحد الدواء ديال التنظيم ديال هذا الهرمونات يعني داك هذا موضوع اخر. هذا الشيء ذكرتي دابا ما عندوش علاقه بالمشكلة التبول. ما نعرفش حتى هو المره مشيت عند اختصاصي هو قال لي بحال هكا صاب وعطاني ديال واحد الفان دخول ديال هذا ديال الحرق. ودابا المساله ديال التبول عندك في تحسن؟ دابا ولات شويه لاباس الحمد لله. ايوا اذا كمل العلاج اللي عطاك الطبيب والا بقى المشكل داك الساعات كتقوموا بتحليله ديال البول باش تشوفوا واش كاين شي ميكروب اللي هو داك المضاد الحيوي دونك الانتيبيوتيك الا ما نفعش فيه فالتحليله كتبين لنا شنو هو المضاد الحيوي. اذا تبعتي الدواء وكانت الامور مستقره مزيان الا رجعت لك الحاله حاولي انك تمشي تطلبي التحاليل والفحوصات. واخا ان شاء الله. بالنسبه للحمل عطاني واحد الدواء ديال منع الحمل تبع واحد شهرين ما عرفتيك ما عندوش شي تاثير ابخي ما نحملش ولا شي حاجه. الا كان عطاها لك العلاج ديال شي كيس في المبيض فمن ذاك الكيس المبيض غادي يزول بالعلاج توقف الدواء وغادي ديك الساعه تحاولي الحمل انه امراض سميتو اقراص من الحمل ما كتسببش في عقم. هذا واحد خطا شائع يعتبر بعض النساء انه الا خدات اقراص من الحمل واحد المده غادي يقدر يعطل ليها الحمل ولا يخليها يرجع ما تقدرش تحمل. فهذا خطا شائع ما عنده حتى شي اساس من الصحه انه الاقراص من الحمل عندها واحد الوظيفه ديالها هي كتمنع الحمل داك المده اللي كتخد فيها يعني الا خداتها في شهر يعني منعتها تحمل في داك الشهر الا وقفتها المفعول ديالها كيتوقف نهائيا كترجع للطبيعه ديالها. الا كانت الطبيعه ديالها فيها شي حاجه اللي كتمنع الحمل كيخص واحد يدير الفحوصات والكشوفات باش يعرف شنو هو سبب تاخر الحمل. صحيح. غادي ناخذ اخر مكالمه معنا. سهام. الو الو سهام. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا بزاف على جميع المواضيع اللي كتطرحوا. الله يبارك فيك. مرحبا سهام. عافاك بغيت نسول الدكتور. مرحبا لا تفضل. تقريبا هذه عام باش ولدت. كنت كناخذ واحدة كالسيلين ديال الرباعة وخدت تقريبا هذه شهرين وخديت السيلين العادي ديال 21 حبة. وحبستي الرضاعة؟ حبست الرضاعة من السيلين العادي حبست الرضاعة. تقريبا الشهر الأول ما جاتنيش لي غدل والشهر الثاني جاتني ولكن ما منظمهاش شوية وشوية كتمشي شوية كتجي والحريق زعما في الشهر كامل هو الحريق ما عرفتش هو اللي كيقدر يقع احيانا مع امراض مع قراص من الحمل اللي بديتي كتناول دابا اللي كتاخذ 21 يوم وتوقف 7 ايام واش بعدا كتاخذ يوم 21 يوم وتوقف يوم 7 ايام او لا بالطريقه اللي كتناول يوم واش طريقه سليمه ولا لا. ان القراص من الحمل كيتاخذوا 21 يوم وكتوقف 7 ايام ونهار 8 ايام كتعاودوا تاخذوا 21 يوم هذا باش كتكون الدمره منتظمه. اللي كيوقع مع بعض الانواع ديال القراص من الحمل على حسب القياس الهرموني اللي فيها يقدر في 3 شهور الاولانيه كيقدر يكون شويه ديال نزول دم اثناء الدوره بين الحيض والحيض اللي غالبا بعد الشهر الثاني والثالث هاد الاعراض هذه كتزول وكيولي الامور غاديه طبيعيه. فباش كنحكموا على اقراص من الحمل واش هي ملائمه للسيده او لا كيخص التجربه ديال 3 شهور تجربها المراه باش تعرف واش توافقها ولا ما إلا هذاك المشكل اللي بقى من بعد 3 شهور كنقولوا فهاد النوع ما مالمش للمرأة وديك الساعات كنوصفوا لها يعني نوع آخر من الأقراص من الحمل اللي يقدر يوالمها. فماشي بالتأكيد أنه من أول وهلة كنقدروا نطيحوا في يعني في أقراص من الحمل اللي غادي تناسب ذاك المرأة. كتجرب المرأة ديك 3 شهور اللي كنعطيوها هنا على حسب كيف كيبان أنه هو اللي يقدر يلائمها ولكن كيقدر ما يلائمهاش لأن كل مرأة وذاتها. فإذا ما لائمهاش من بعد 3 شهور نقدر نغيروا ذاك النوع بنوع اخر ديال اقراص من الحمل حتى كنوجدوا النوع اللي يلائمها والى لائم هذاك الساعه تمشي الامور طبيعيه.
دكتور عزيز سلامي، طبيب اختصاصي في علاج امراض النساء والتوليد، شكرا لك بزاف على الحضور ديالك وعلى كل هاد النصائح الطبيه اللي قدمتي لنا اليوم في موضوعنا حول الاستعداد والتهيئ من اجل الحمل. شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعه والاستماع لبرنامج اللامولاتي. لكم تحيات وفاء فائز رفقتنا في الاخراج، وسميحه عشوبي في استقبال مكالماتكم الهاتفيه. نتمنى لكم صباح مبروك برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه.